تقدم محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم 28406 مكتب فني النائب العام بتاريخ 12/7/2020 ضد رئيس نادي الزمالك، ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقيادتها ومؤسستها وللمئة مليون مصري. وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وطلب الخطيب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وإليكم الفيديو المتداول بين رواد التواصل الاجتماعي بعد حذف العبارات المسيئة قدر المستطاع. ما فيش وضع في الكهرباء، الكهرباء بكسيب بكسيب في البلد دي، البلد دي ما فيهاش راجل تماما، على الطلاق ما فيها راجل. تقعد تقول لي كهرباء مش كهرباء، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحية أسر الثقافة ومعلومة.